السلام عليكم. لحد دلوقتي كنا شغالين على افتراض ان كل حاجه ماشيه معانا زي السكينه في الحلاوه وكل حاجه تمام، مفيش اي ايرور عندي. طيب في الدرس ده مش هنتكلم عن الايرور هاندلنج، يعني حاجات اللي هي في السيرفر والكلام ده، ده يبقى ليها درس خاص بيها. في الدرس ده انا بس شويه تاتشات لطيفه كده. اول حاجه، لو انا جيت صفحه الهوم مفيش برودكتس عندي اصلا، يعني لو الادمن حذف كل البرودكتس مثلا، فالهوم بتاعي او الشوب بتاعي فاضي، فانا عايز بقى اعرض رساله ان مفيش اي برودكت عندي. طيب نعرفها ازاي ان مفيش اي برودكت؟ اول حاجه، انا هنا في الاندكس دوت اي جي اس، انا لما كنت بجيب البرودكتس بقى في البرودكت موديل هنا كده وبقول له هات لي البرودكتس اللي عندك. طيب لو هو لقى برودكتس بيرجع لي اري من البرودكتس دي، ولو ما لقاش بيرجع لي اري فاضيه. فعشان اعرف في برودكت ولا لا في صفحه الاي جي اس هنا، المفروض ان لو في برودكتس، يعني لو الاري بتاعتي شغاله زي الفل، هعرض الديف ده بالفورم بتاعته بالكلام ده كله، او اسيب الفورم عادي يعني اعرضها سواء كان فيه او مفيش. المهم لو فيه هعرض الديف ده وابدا اعمل اللوب، ولو مفيش المفروض ان انا هعرض ديف تاني اللي هو فيه ان مفيش اي برودكتس عندي. طيب عشان اعمل كده انا هعمل شرط على اللينس بتاع الاري اللي جالي عشان اعرف هي فيها عناصر ولا لا. طيب فانا هاجي هنا كده هعمل شرط لطيف، هقول له اف البرودكتس دوت لينس اللي ان جي تي اتش، لو هي بتساوي صفر اعرض لي ديف معين. إلس هارد ديف تاني، او هعمل بقى اللوب بتاعتي لو هي ما بتساويش صفر. فنجي هنا بقى في الإلس واجي هنا واحط اللوب بتاعتي. جميل، هنا بقى الديف بتاعي هقول له ديف وهديله كلاس اليرت، كلاس من كلاسات البوتستراب، لو اليرت داش دينجر، اقول له هنا there is no products. عشان بقى اتاكد من الكلام ده او اختبر الشرط بتاعي بدل ما اروح يعني امسح الداتا بيز والكلام ده، لا انا ممكن اجي هنا في الهوم راوتر، فين في الكنترولر بتاع الهوم، في الهوم كنترولر هو اللي فيه الميدل وير بتاعي. انا هنا انا كنت بجيب الكاتيجوري على حسب اللي الموجوده في الفاليد كاتيجوريز. طب لو هو ما لقاش الكاتيجوري ده كده مفيش عناصر، او لو انا كتبت كاتيجوري مش موجود، فالمفروض يعني لو راح بعت للداتا بيز الكاتيجوري ده فمش هلاقي عناصر. فانا عملت الشرط ده عشان اتاكد ان الكاتيجوري اللي عندي مظبوط و100 100، ولو لقى الكاتيجوري مش موجود فهيجيب لي كل البرودكتس. طيب انا هنا بقى هضيف كاتيجوري كده اي كلام، هقول له مثلا تيست اي حاجه، المهم الكاتيجوري ملوش وجود، وعايز ابعت بقى ريكويست للداتا بيز ان هو يجيب لي الكاتيجوري ده او يجيب لي البرودكتس اللي موجوده في الكاتيجوري ده. فانا هاجي هنا كده في الهوم وهقول له ان الكاتيجوري بيساوي تيست، لو جيت عملت انتر قال لي زير از نو برودكتس وشغاله زي الفل. لو رحت للكلوزس مثلا جاب لي الكلوزز بتاعتي، نشيل بقى الكلام ده يبقى كده الاليرت بتاع البرودكت شغال وزي الفل. طب جميل، اللي هو في الاندكس دوت اي جي اس. نقفل بقى الهوم، كده خلصنا من الهوم. نيجي بقى للبرودكت، لو هو لقى البرودكت او ما لقاهوش، لو لقى البرودكت بيرجع لي اوبجكت فيه البرودكت ده، ولو ما لقاش البرودكت بيرجع لي اوبجكت اللي هو نل، يعني ما بيرجعليش حاجه او الاوبجكت بتاعي بيبقى نل الناتج بتاعه لو هو ما لقاش البرودكت. فبرضه لو عايز انا اعرض اليرت اللي هو مثلا لو كتب اي دي غلط، فهاجي هنا كده هاخد الرو ده هقول له اف، نعمل السنتكس بتاع الاي جي اس، اقول له هنا اف نوت برودكت، لو ما فيش عندك برودكت وهنا إلس
نقفل ال else. فقالوا هنا لو else يعني لو لقى product، ولو ما لقاش product هاخد برضو ال alert بتاع ال index واحطه هنا لو هو ما لقاش برودكت. بس هنا بقى هقول له there is no product matches this ID مثلا، ونجرب كده. نا هاجي مثلا في الهوم، بدل ما اروح لتيشيرت مثلا سلاش وفي يعني ID مظبوط، لا انا هكتب من عندي هنا كده اي ID، اضغط انتر، شغال معانا كده. في ايرور، الايرور برضو بتاع ان هو الاي دي اللي جاي لي ده مش valid. او ان هنا كده لو جينا نشوف بداية الايرور فين، هنا بيقول لك فين، بيقول لك ده برضو اي دي مش valid. طيب نعمل ايه في الحالة دي بقى؟ اضطر ان انا احذف، اجي في الداتابيز واحذف التيشيرت، فاحذفه هنا كده، اعمل له ديليت عشان بعرف يعني ان ده اي دي valid عندي. ريلود، قال لي there is no product matches this ID، والالرت شغال وزي الفل مفيش اي مشكلة. ده كده شوية حاجات ايرور هاندلنج كده لطيفة، اللي هو لما مفيش حاجة اعرض له رسالة والكلام ده. طيب الحاجة اللي بعد كده، لو انا جيت رحت لسلاش برودكت بس هيقول لي كانت جيت سلاش برودكت، لان انا ما عملت لهاش راوت. فانا هاجي هنا كده في الراوت هقول له هنا راوتر دوت جيت لسلاش بس، وطبعا اكتبه قبل الاي دي لان زي ما احنا عارفين هو بيجيب لي من فوق لتحت. طيب هعمل ايه لو هو جاب لي في السلاش؟ على حسب بقى اللي انا عايزه. ممكن اوديه لصفحه اعرض له فيها اليرت، اقول له انت يعني الصفحه دي ما كتبتش الاي دي بتاع البرودكت، او ممكن ارجعه للهوم عادي جدا، او ممكن اجيب اول برودكت عندي في الداتابيز. يعني ممكن اخلي سلاش برودكت تجيب لي اول برودكت موجود عندي في الداتابيز. انا هعمل السيناريو ده. طيب هاجي هنا هقول له الفانكشن بتاعت، طبعا اعرفها في البرودكت كنترولر، هسميها جيت برودكت. طب هنا بقى ظهر عندي كده يعني مشكله في التسميه. انا هنا في برودكت من غير اي دي وفي برودكت باي دي، فانا ممكن اجي هنا كده اقول له ديك جيت برودكت باي اي دي مثلا، وطبعا اغير الفانكشن هنا بدل ما هي جيت برودكت بس، لا اسميها جيت برودكت باي اي دي، ويبقى عندي جيت برودكت بس اللي هي بتجيب لي اول برودكت، وجيت برودكت باي اي دي بتجيب لي البرودكت بناء على الاي دي بتاعه. هاجي هنا اعرفها هقول له اكسبورتس دوت جيت برودكت بيساوي الفانكشن بتاعتي اللي هي الريكوست والريسبونس والنكست. المفروض ان انا هروح اجيب اول برودكت، فكده في عمليه على الداتابيز، فاعرفها هنا او اكتب الفانكشن بتاعتها في الموديل بتاعي، هسميها مثلا جيت فيرست برودكت هنا اكسبورتس دوت جيت فيرست برودكت بيساوي فانكشن، برضو هعمل ريتيرن البروميس بتاعي. اجي هنا بقى ده الفايند باي اي دي، لا هقول له دوت فايند 1، هو يجيب لي اول دوكيمنت عندي، وطبعا مش هدي لها اي حاجه عشان يجيب اول دوكيمنت، يعني مش هدي لها اي شرط عندي. طيب جميل، نيجي كده بقى نجرب ونشوف هيشتغل ولا لا. ريلود، في مشكله، انا ما عملتش ما شغلتهاش هنا، انا عرفت الفانكشن بس. تمام، جيت برودكت هقول له هنا كده برودكتس موديل دوت جيت فيرست برودكت دوت زين، خد مني البرودكت برضو واعرضه هنا كده. دو نفس الكلام، شيل بقى الكومنتات دي.
اعمل سيف تاني، وقف، ابعت ريكويست، جاب لي اول برودكت عندي اللي هو الفون، على الاقل ما كتبتش اي اي دي. لكن لو رجعت للهوم تابلت مثلا برودكت في اي دي معين، جاب لي البرودكت اللي هو بيحقق الاي دي ده. دي كده شويه يعني لمسات لطيفه كده يعني تحسن يعني اداء الابلكيشن بتاعنا. اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.